بعد أشهر عديدة من إهمال أبنائهم، تظاهر ذوي الطلبة المبتعثين لمصر لغرض الدراسة ضمن العقد مع وزارة النفط رسائل وجهها المتظاهرون لرئاسة الحكومة بهدف متابعة الأمر وإنقاذ أبنائهم الطلبة مما وصفوه بالوضع المزري الذي يعيشه الطالب العراقي هناك. نناشد السيد الكاظمي بصفته رئيس وزراء لحل مشكلة أبنائنا بالسرعة الممكنة، ونناشد كل الخيرين لحل مشكلة أبنائنا المحجوزين في مصر بالسفينة العاطلة لمدة صار لهم أكثر من 3 أشهر. يعانون في مصر في الأكاديمية المصرية للعلوم والتكنولوجيا اللي هما سوف يتخرجون مهندسين وملاحين لصالح ناقلات النفط العراقية، وبينهم وبين الشركة عقد مبرم، لكن الشركة مع الأسف أخلت بالعقد. ومن بين المطالبات هي دفع مخصصات الطلبة البالغة 500 دولار شهريا والتي تأخرت لشهرها العاشر، تساؤلات واتهامات لشركة الناقلات ووزارة النفط من قبل أولياء الأمور بذلك الخصوص. على أي أساس الوزير ما يوافق على المخصصات؟ هو عقد لو لا العقد شريعة المتعاقدين، هم طلاب متعاقدين وياكم، وهي شركة ناقلات النفط. الوزير يعني اجى تعاقده ويا ذاك الوزير، الوزير الثاني يريد يغير اللي راح، ماكو هذا الحكي. احنا نجي هنا اهالي الطلاب قاعدين، احنا نروح ونجي، ما جاي واحد يطلع يوصل لي الفكره يقول يابا كذا ان شاء الله راح يصير فرد حله. ظل القضيه اولادنا في مصر وظالين هنا جماعه طلاب هم يدرسون على الالكتروني، ما جاي ندري شنو الوضعيه. ردة الفعل من عوائل طلبة الدراسات الخاصة بهندسة النفط نتج عنها تعهد إدارة شركة الناقلات النفطية لوسائل الإعلام باستحصال موافقة صرف المستحقات المالية ومتابعة وضعهم خلال اليومين المقبلين. من البصرة أركان تقي، قناة التغيير.